كل شيء طبيعي منيح. شو المليح المعدية؟ الصبر. لا كم واحد؟ ممكن 10 15 20 كل واحد بس بس يعني معادل معادل 30 40 فوز الصبح كانت تصف ما شاء الله. انا اليوم دلوين سحبت اليوم قديش كان دلوين معظمات وين؟ اي ما كل دلوين ما حياة سيدي وباك يكونوا شبعت البكره وهو لسه ما شبعت. انا بكرتين مش بعد كثير مش معنى ايش بدك خطرسات اللي هاي في من نفس الطريق نفسه ضاع اربع سنين طلع بالصبر. انا اول شيء خلاص على سيده على سيده جاي الحمد لله لكن الحمد لله والشكر والله نعم الله 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 يديم النعم الله الحمد لله مش احسن ماجا بلادنا جنة زي ما كان الله يبغلب الماجا الأربعة بعشرة بشكل نص الكيلو يا زلمة. وين هذا؟ في لابلس في رب الله الحب بشكل نص تعرف الحب عندنا يعني لما يرخص بصير بدولار لما يرخص في أمريكا والأبوكاد عندكم غالية غالي انا بكيت اخذ باربعة وخمسة في نابلس الكيلو سبحان الله العظيم ربك ما بيقطعش انسان يعني الله هيك انه منعم على الضفه الغربيه على الفلسطينيه في الخضروات والفواكه بلاش واذا لاحظتوا الفواكه يعني طعمها اطيب من كل الفواكه اللي في المحيط طبعا اطيب من من بتاع الاردن الفلسطيني نعم والله يا اخي مميز انا عارف انا بلاد مباركه الصبر اسئله شمس الاردن كل شيء فيها له نكهه وطعم موز عم بوصل دينار ونص بوصل الاردن وهيك بصير مش لما حكي الكبير دياره والله كنت عند عم ابو حسين هلا بعدين عنده مزارع هذا مزارع يعني الصبر مش انه مثل هذا يعني بعل نسلم عليهم كسكور والله ما يشطع يعني في العقبه كيلو موز بتسليم مش ممكن محسن عندنا في الدار وعندنا كثير كيلو بشكل كلية تخفف فهمي وبدي اضل اقول انا قلت لهم احنا اهلي في محلي في معيتكم بدنا نروح عندهم ما يا سيدي اهلا وسهلا اهلا وسهلا هناك بدك تشغل مروحه هذا في شيء مروحه طبيعتها مروحه ربانيه الله ملك الحمد والشكر كمل كمل ابو نضال ابو نضال صبر يا زلمه خلص الصبر هات مروحه دي شوي شويه طيب بس صار طويله اهلا وسهلا اهلا طيب واحنا بنروح شباب هسه زين بنروح كله كان بده يروح بده تعرف انا خايف هو يسوي زي اللي سوى السخل اللي راح تبدله في شنافي كله يبيع عباك سخل في شنافي هذا شو اسمه بلو كانوا هالنابلس مقايضة كله بتطعمني بجنافي بهالسخيل كله تفضل هذا صار يوكل وشروط على الأرض ويصير طولهن ويوكل فيهن كله يا زلمة كل من هان كله ملحق على هذا وهذا وهذا بعد كله روح يا عمي روح سخلك وحل عمي حل خذ السخل وحل ليش ملحس هذا الدكتور مش كان يودوا له الفلاحين سلة بيض ولا دجاج ولا والله يداويهم يعني يا ملحس يعني رجل الله يرحم شو يطلع بالسخل شافه برضه ابو ماهر خلص روح خلص صحتين وعافية صحتين السنة هذا موجودة الدين انا بعزه بصراحه بس برضه الصبح ترى يعني يمكن اليوم حطيتهن افضل امبارح لا والله صورت هيك هالتينات ونزلتهن قلت لهم تفضلوا الى الى مشاهدي هذا الفيلم تفضلوا على صينيه تين عند الشجره شفتها لا وانت ما وجدتها لما رحت جبتك في شهر 10 صح شو ما رايك حطت البرد الشعزات بدهم يغسلوه طيب شفت الرسمات اللي فيها رسمات وشغلات هاي استنى تعال ابو مصطفى تعال هنا مو كتا